تيجي نقول حاجه اسمها اعطال كوديه، في حاجه اسمها اعطال كوديه بتيجي في المكنه، فالاعطال الكوديه دي هتيجي على ايه؟ على المكونات اللي في خط الانتاج والمكونات اللي في خط الخدمات والمكونات اللي في الوسيط. طب هي القصه بقى ان هي ايه المهمه التنفيذيه والمراقبه بتتم ازاي وازاي المكنه بتعرف، هي دي اللي تلملك قصه العطل الكودي وتحط لك الاحتمال. طيب نمشي مع خط الانتاج بيتقسم مجاميع طباعه ومسار ورق. نمشي مع مسار الورق نجيبها من اول مرحله فيها، مرحله الرفع. مرحله الرفع عرفنا الاعطال الكوديه اللي بتيجي فيه اللي هي لو الصينيه اتاخرت عن 10 ثواني او الوقت اللي بتستغرقه عشان تحقق صح رقم من تحت لفوق، تمام؟ مفيش مشاكل في دي، صح؟ المكونات التنفيذيه بتاعتها الصينيه، المكونات المراقبه بتاعتها الحساس بتاع وصول الصينيه، تمام؟ وسيط المراقبه الدراع اللي متعلق على البكره وموصل في الحساس. يبقى دي المرحله بتاعت الرفع. نيجي مرحله السحب والتوصيل والتغذيه والكلام الجميل ده كله، قلنا ده في بيحصل في عمليه، العمليه بتاعت تحريك الورقه ذات نفسها، ان كل بكره بيبقى لها ميعاد وصول ومغادره للورقه، تتحرك تستلم الورقه تسلمها للي بعد منها وخلاص شكرا على كده، تمام؟ وان في حساسات عند كل مكون متحرك عشان يراقب عمليه وصول ومغادره الورقه عند المكون ده، فهمنا العمليه؟ فبناء عليه ايه الغلط اللي ممكن يحصل؟ ان الورقه تتاخر. ايه السبب اللي ممكن ياخر الورقه؟ ان هي وقفت خبطت في حاجه فوقفت، او المكون اللي بيستلمها ويسلمها وقف، او ان يكون الحساس بيتكلم غلط واصله، او شويه الحاجات الاضافيه اللي قلنا عليها بقى، باب مش مقفول، جايد مش ناعم، جايد واقع من مكانه، بوابه ما بتفتحش في السولولايت واصله، تمام؟ حلو الكلام يا رجاله؟ في مشكله في المنظر بتاع الحشر ان هو عطل كودي وان احنا فعلا بنتعامل مع العمليه؟ مفيش اي مشاكل من هنا، تمام؟ تفاعلوا معايا بس عشان لا تمام بمشي ولا بقف عشان انا بعمل مراجعه، اللي مش فاهم المنطقه هستفيد له فيها. المنطقه بتاعت الحشر تمام؟ تمام ان شاء الله. طيب نيجي للمرحله بتاعت الطباعه، ايه الاعطال الكوديه اللي بتجينا مثلا عند مرحله الطباعه بالنسبه لمسار الورقه اللي هي الحركه العرضيه بتاعت رولنا؟ حلو الكلام؟ ودي نوع العطل بتاعها اتكلمنا فيه ان حركه عرضيه، يعني في حساس هوم بوزيشن، وليه المكنه تدي امر للموتور اللي بيحرك المكون ده يتحرك، الحساس لو حس بالحركه دي وحس برجوع المكون مكانه لما المكنه ترجعه يبقى كده الدنيا شغاله. لو اي معلومه غلط حصلت في الحركه دي ان الموتور اشتغل المكون اتحرك الحساس قال لا المكون لسه موجود عنده، عطل كودي. انت تخش تراجع على الحركه العرضيه دي وسلامتها وسلامه وسيط الحركه مع الحساس، لقيتها سليمه ولقيتها بتتم بسلاسه، يبقى انت هتخش على المكون المراقب، تمام يا رجاله؟ كل الحركات العرضيه والاخطاء اللي بتحصل فيها بالمنظر ده، تمام؟ زي الفل. نخش على المرحله اللي بعد منها، مرحله السخان. ايه الاعطال الكوديه اللي ممكن تجيبنا في مرحله السخان؟ قلنا لو في حركه عرضيه للرول السفلي ان هو يكبس على الرول العلوي، يبقى الحركه العرضيه هتتراقب، لان المكنه مثلا ليه بتراقب الحركات العرضيه؟ عشان تعرف تتحكم. ازاي يا عم الحاج؟ ما انا لازم اعرف الرول ده دلوقتي كابس ولا مش كابس عشان اعرف الحركه الجايه هعمل ايه؟ لما ورقه تبقى جايه اكبسه، لما الورقه تعدي احله، لما المستخدم يبقى مش هيستخدم تصوير دلوقتي اخليه محلول ما اخليهوش كابس، واصله؟ فبناء عليه المكنه لازم المدير يبقى عارف حاله الرول دلوقتي ايه؟ كده الحركات العرضيه اللي في السخان قلنا ده اول عطل كودي ممكن يجي لي. ايه تاني؟ ان المصمم بتاع المكنه ساعات بياخد في الاحتياط ان السخان بيتوسخ، فلما يتوسخ لازم هيحشر في الورق، فلما تلات ورقات بشكل متتالي يحشروا في السخان يجيب لك عطل كودي، ده معناه واصله؟ طب عايز مني ايه يا عم عطل كودي؟ وانا هطفي المكنه وهشغلها هيروح، واصله؟ بس لو شغلت تاني وحشرت تلات ورقات تاني هيجي العطل تاني، فالمستخدم لما يجي يتصل بيقول له عطل الكودي ده بيطلع، اعمل ايه؟ اروح اعمل صيانه للسخان وما اخليش الاحتمال ده يحصل. ان حتى لو في ورق حشر يبقى مصادفه كده كل 100 ورقه مثلا، كل 1000 ورقه في ورقه حشرت اللي هي الحاجات السولر بتاعتها دي، تمام؟ او ان انا اخش على برنامج المكنه اقول لها لا الاوبشن ده انا مش عايزه، ايه في لي للعمليه دي؟ واصله؟ طيب ايه تاني؟ اعطال الحراره ذات نفسها. الحراره ليها سلوك، هم من خلال سلوك الحراره يراقبوه، لقوا السلوك الطبيعي بتاع الحراره هو اللي بيتم المكنه شغاله، لو في سلوك مختلف بيتم يجيب لك عطل كودي، تمام؟ زي ان هو لو المكنه وصلت الكهرباء للمبه والسيرمستور ارن الحراره لسه صفر وعدى 6 ثواني ومفيش تغيير، فبناء عليه ده معنى عطل كودي. طب ده انت هتتاكد منه ازاي؟ انت خلاص فهمت معناه، هتتعامل معاه ازاي؟ انت لازم انت فهمت المكنه فاهمه ايه دلوقتي، فهمت المدير بيتابع الحراره ايه، هتمد ايدك على الرول العلوي قريب كده وتشوف هل الحراره صفر ولا لا؟
انت كده كفشل واصله. فبناء عليه افرض الاكس 5، فبناء عليه خلاص التنفيذي بريء. المراقب هو اللي فيه المشكله. ابص الاول على المراقب، بصيت المراقبه بتاعه اللي هو الرول العلوي لازقته فيه ده متحقق، يعني السيرمستور لازق في الرول العلوي، يبقى انت السيرمستور بقى انت شكلك فيك مشكله. هبتدي اشيلك اغيرك واتاكد على مسار الكابلات بتاعتك والفيش ان ايه كابلاتك راكبه في مكانها تمام زي الفل كده يا جدعان. النقطه دي طيب فهمت معنى العقد الكودي، انت تقدر يعني تشوف التنفيذي شغال ولا مش شغال. في عقد كودي تاني يقول لك ايه، ان الحراره طلعت المفروض مثلا ان هي توصل لدرجه حراره التسخين بعد 15 ثانيه 170 درجه مثلا، وبعد 15 ثانيه بقت الحراره 150 بس. انا عايزك ليه يا طارق؟ طب بعد اذنك معلش انا يا اما الوسيط المراقبه تلامس السيرمستور مع الرول العلوي ممكن يبقى متخربش واصله تمام. فبس هنا بس انت مش هتقول الحراره عملت، ما تقولش اللمبه فصلت فالحراره نزلت 30 40 درجه في كلمه، مش هيحصل الكلام ده. السيرمستور مش بيتحكم في المكنه، السيرمستور عين للاداره واصله، والاداره هي اللي ماسكه المفتاح، شغل اللمبه افصل اللمبه، شغل اللمبه افصل اللمبه. قابلتني قبل كده مكنه وسيحت ثلاث سخانات وانا واقف عشان ما خدتش بالي ان الاداره كانت مهيسه، واتعاملت على اساس ان انا لما غيرت السيرمستور بعد ما ساح اول مره ان خلاص الدنيا حلوه، جبت سخان بالكامل وحطيته واصله وساح. يبقى انا شفت تهيس الاداره، الاداره انت واخد بالك مش قادره توقف، عماله تعلي في درجه حراره السخان ومش قادره توقفه لغايه لما السخان يسيح ويتزرق في بعضه. والسيرم فيوز ده لو انت بتتكلم عليه في 30 45 هتلاقيه اوريدي كان معمول بقى في الفرن.